ليس سهلا تحصيل لقمة العيش من بين هذه الأشواك القاسية. الخالة أم إبراهيم تأتي إلى هنا لجمع ما تستطيع من ثمار نبتة الشفلح البرية التي تكثر في شهر يونيو حزيران، حيث يبدأ موسم قطاف الشفلح في أوله وتنتشر في الأراضي وعلى جنبات الطرقات. رجعنا على الجلي وعلى الحطب وعلى عم نحوش الشفلح لحتى نعيش. والله بخمس ورقات سبع ورقات كل نهار من ظل منفلح. شوف ايدينا هلق لو فريقنا ايدينا بتقول عاملين فيه المجازر اذا يكون مشان نعيش وعنا اولاد وما في شغلي اشفي عنا شغل بلادنا فقيره ميتي وجاه الموت. يعمل الكثير من الناس في جمع ثمار الشفلح التي تشكل مدخولا يساهم في تخفيف شيء من الاعباء اليوميه في ظل الازمات الاقتصاديه والتضخم، فكلفه جمع حبات الشفلح على قدر عزم من يبحث عنها. هو ان احنا اهل القريه اهل الضياع معرزاب بيشتغلوا بالشفلاح، يعني كل يوم واحد بيجيب له كيلو ونص كيلين وسعر مناسب، يعني سعر كتير كويس وبيبيعونا اياه هون. ان احنا بناخده بتجي تجار اكبر منا بتاخده على اوروبا، اوروبا بيعملوه مخلل وفي عالم بتعملوا دواء علاج لالهم. ونحن هون قديما ما حدا بيعرفوه ولا حدا يتعامل فيه، بس بضمن هالاحداث اللي صارت عنا العالم اضطرت تحوش شفلاح. يعتبر الشفلح من أهم النباتات البرية، حيث تعود على من يعمل بها بمردود بسيط مقارنة بحجم الجهد الذي يبذله الأشخاص لقاء جمعها. يعمل سكان المنطقة بجني ثمار الشفلح التي أصبحت اليوم مصدر رزق العديد من العائلات بعد أن سجلت أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية بسبب استخدامها في علاج العديد من الأمراض، كما يقول تجار هذه النبتة البرية. عامر عاصي، ريف إدلب الجنوبي، حلب اليوم.